فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نبدأ في استقبال ضيوفنا. والضيف اليوم اكيد حصة جديدة بدأت يوم الاثنين على قناة كارتاج بلوس، حصة رياضية بتباع من تقديم الاعلامي العائد من قناة بين سبور بديع بن جمعة. تقريبا كان بحثنا منذ شهر او اكثر شوية، كنا حكينا عليها الحصة هذه شوية، لكن انطلقت اخيرا سريناها مدة. ومعنا بالتليفون زميلنا بديع بن جمعة باش نحكي معاه اكثر على الحصة هذه. بديع سمحني على بيك. مرحبا، مساء الخير اسلام، تحياتي ليك، تحياتي لكل مستمعي راديو اكسبريس، فرحان ان نكون معك مره اخرى. وانت كما قلت شهر تالي كنت بحذاك، فرصه باش نشكرك مره اخرى على حسن الضيف. شنو حوالك، شنو الامور؟ والله الحمد لله لاباس، تو هاني في ثنيه قصد ربي الملعب راسي، ديجا هاني مؤخر شويه على مباراة ترجي والنجم اللي باش تنطلق بعد شويه ان شاء الله. بدينا في الخدمه ظهر لي هكا، هو ديجا احنا نخدموا حتى واحنا مرتاحين، ما بتعرف المخ ديما يخدم اللي مغروم بالكتاب. لازم كي صحيح ما ينجمش يكون بعيد على العالم هذا، سواء معناها في الاحداث الرياضيه المحليه ولا العالميه، لازم يكون ديما متابع ديما اجور، باش نهار اللي معناها يبدا عنده حصه، عنده برنامج، عنده مداخله، عنده حاجه، يكون حاضر ديما 100% ان شاء الله. اكيد به بديع، كما قلت حكينا عليها شويه الحصه اخر مره كنت بحضينا، طولت شويه ظهر المده نتاع التحضير والا عاديه هذاك هو؟ هي كي نقولوا عادية ماهيش عادية، لكن كي تشوف ظروف البلاد يظهر لي عادية، خاطر انا ما تعرف معني ما عنديش برشا، معني شهرين تقريبا ولا اكثر شوية ملي رجعت، ما رجعت بشكل نهائي، لكن كان عندي معني بحث على مشروع ينجم يخليني ممكن نفكر في عودة نهائية لتونس. وكنت حكيت معاك وقتها، قلت لك فما كان وقتها محادثات مع السيد أسعد خضر المدير العام تاع قرطاج بلوس، اللي كان معناها مرحب بالفكره، لكن وقتا هي اسباب ماديه، ما تعرف حكايه لي سبونسور وباش التلفزه زاد ما تلقاش روحها خاطره داخل لا سيتوياسيون، ما تنجمش معناها من خلالها انها ترجع على الاقل المصاريف نتاعها. دونك طويله شويه المده، صحيح كان بريفيو باش نكونوا في مارس معناها موجودين على شبكه البرامجيه قناه كارتاج بلوس. من بعد صارت بعض التعطيلات، لقيت روحي مضطر بعد باش ندخل في مغامره بديتها لكن قسيتها بعد ما انه تجربه بديت مع كاتاش بلوس اللي هي ديجيتال سبور بلوس، وعملت حصه وقتها نتصور انا كانت محترمه معناها كايميسيون ديجيتال، وكانت على معناها فورمات تيلي خدمناها، وكان فيها ضيوف من حجم الثقيل، وكان فيها معايا قيس اليعقوبي وخالد حسني وشاب رويسي في الاعداد وبعض الزملاء الاخرين كما ياسين يافي ومهدي زغديدي. النية بديع كنتوا باش تخدموا في الديجيتال، بعد لقيناك في التلفزيون، فهمنا شنو صار بالضبط؟ الحقيقه انا في الديجيتال راجع له معناها ما نكذبش عليك توا، خاطر ماك تعرف تنجمش تلانسي زوج مشاريع في نفس الوقت. وقت اللي تعطلت الامور نتاع التلفزه احنا كفريق عمل فكرنا انه لازم نكونوا حاضرين في المشهد. وانا ما نكذبش عليك معناها نحب نخدم على تونس، مش برك على تونس، نحب نخدم على شمال افريقيا، معناها ممكن بحكم انه تجربتي السابقه كانت في قناه عربيه، دونك ومع تواجد الانترنت والتكنولوجيا الحديثه والعالم المفتوح على بعضه وشبكة العلاقات اللي عندي تخليني اني ربما نكون معناها موجود وحاضر في المشهد الاعلامي مش تونسي فقط، وانا ما ندعيني نجم نكون حاضر في المشهد الاعلامي العربي. معناها الديجيتال لقيته حل من الحلول، لانه كما قلت الاعلام وفضاء مفتوح، الديجيتال هو المستقبل، معناها هذه حكاوه برشا مانيش نعطيك سكوب، معناها من هنا اربع خمس سنين التلفزيونات بالمعنى الكلاسيكي اللي نعرفوه توا ماهوش يكون حاضر معناها في المشهد، بالعكس معناها وقاعدين نشوفوا توا معناها حتى في الولايات المتحده الامريكيه، في كندا، في شرق اسيا، برشا قنوات قاعده تصف فقط على البث الرقمي، معناها على الويب نقصد، معناها مش فقط على الهيرتزيان ولا على الساتليت. دونك المستقبل كله غادي. وقت اللي بديتوا لقيتوا اذيت فيهم مع التلفزه وقتها، هل فهمت ولا كيفاش؟ لا بدينا احنا وقت الديجيتال كنت تقطعت وقت اللي اتصلت مع كارتاج بلوس، لكن كي صارت التجربه نتاع ديجيتال بلوس جاني بعدها تليفون مع انطلاقه خضره فرموت، شاف وقت الخدمه ممكن بتاتر زاد كي شاف تشجع، خاطر هو زاد ما نظموش الراجل وقتها ما عرفش الاشخاص، ماهوش متابع برشا معناها للقنوات العربيه، ما يعرفش الفريق، ما نجمش نلومه على هذا وقتها، معناها ما نجمش يدخل في مغامره مع ناس هو ينجم يكون وقتها ما كانش عنده الثقة، لكن ربما شاف الجدية وشاف لي العباد هذه مصرة انها تعمل حاجة حتى ولو كان خارج الإعلام الكلاسيكي وخارج التلفزيون،
رجع لنا. انا وقتها ما نكذبش عليك معناها وقتها في مخي بديت في الديجيتال وقلت له معناها الكلام هذا قلت له راني باش بديت في ثنيه نتاع الديجيتال وما دابيش نكمل فيها وحتى اذا كان معناها كتب المكتوب وان شاء الله معناها تعاملنا مع بعضنا راني ديجيتال معناها باش نقعد فيه ومعناها التوقف هذا توقف ظرفي خاطر تعرف ما تنجمش تدخل على دو برودكسيون خاطر حتى البرودكسيون تاع ديجيتال نعتبرها انا كبيره معناها ماهيش برودكسيون مانيش في بيتي في الدار عامل جوز مراول مع الاقسام ونستضيف ناس عبر سكايب ولا عبر خاطر وقتها تولي سهله وما تكلفش كلفه انتاجيه كبيره معناها استوديو كيما ريت ما نعرفش انا كان اطلعت انت على الحلقه هذيك فيها ضيوف من تونس ومن خارج تونس وفيها فريق عمل كامل يعني من مصورين ومهندس صوت ومخرج هذا محترف مخرج تلفزيوني معناها ماهوش مخرج معناها هاوي هذا كل عنده متطلباته الماديه يعني علاش قلت معناها الديجيتال ممكن اللي توا معناها بما اني بديت في التجربه هذيا مع فتاش بلوس الديجيتال نخمم باش تطلع باش نرجع له مش بنفس الفورمال لانه الفورمال هذاك اللي كنا باش نمشيو فيه فورمال في حاله ما فماش معناها برنامج تلفزيوني صاحب التغطيه على الديجيتال توا قاعد معناها انا والفريق اللي معايا مع زميل شادر ويتي مع بقيه الفريق الكل الاولاد اللي سميتهم واللي ما سميتهمش زاد يعذروني اللي نسيتهم احنا مش مجموعه كبيره برشا معناها مجموعه صغيره الحقيقه معناها كي تشوف نعرفش انا لازم نسالك نقول لك كان البرنامج اللي شفته نهار 30 في تصورك انت قداش الفريق الصحفي مانيش نحكي التقني الفريق الصحفي قداش نقول لك حاجه انا عرفت اللي ما فماش فريق صحفي نقول لك حتى شفت لي في تي ار شويه فيهم صوتك انت مبدل هكا ولا لا ما هو صوتي انا صوت ياسين وصوت مهدي الزغديدي وصوت شوقي رويتي هذا الثلاثي اللي كانوا يسموا صوتك. ظهر لي كانه صوتك مبدل انا ولا حاجه هكا. لا سميت لك كيف اذا نزيدهم انا وشهاب دونك خمسه معناها فريق فيه خمسه من الناس فقط وفيهم اللي مش صحفي محترف معناها كيما ياسين نعتبره انا افضل مترجم بالمحيط للخليج وهذا مش على خاطر يخدم معايا معناها راجل 8 سنين في البين سبورتس كان من افضل الاصوات من افضل المترجمين يترجم بالعربية يترجم سامحني معناها من الفرنسية للعربية ومن الإنجليزية للعربية بطلاقة جدا سواء كان بالعربية الفصحى أو بالدارجة وإحنا كان خيار إنه تكون الترجمة بالدارجة تكون مفهومة أكثر لعامة الناس. ألو؟ يبدو إنه انقطع الخط أو مشكلة نتاع ريزو. تجيب عباد تسمع فيا؟ إي تو نسمع فيك إي ريزو قصوى الجواب. تو في دخلت حمل خاطر باش ندخل للاستادرات دونك فهمت للطرود كان فما المشكل دونك قلت لك معناها المجموعه صغيره معناها فماش صحفيين معاك معناها والله ان شاء الله مستقبلا باش يكونوا معنا صحفيين ان شاء الله باش يكونوا معنا صحفيين ان شاء الله يكونوا متميزين اكيد باش يتم انتقاء صحفيين جيدين وبالاساس الاهم انهم يكونوا جيدين الاهم انهم يؤمنوا بالمشروع لانه مشروعنا مش فقط برنامج تلفزيوني الحقيقه معناها نحبوا نعملوا حاجه مانيش نقول باش نغيروا فيتو احنا مانيش سحاره لكن نحبوا نعملوا حاجه مختلفه حاجه حلوه مزيانه تكون خفيفه على الناس تكون فيها لانفورماسيون تكون فيها شويه ادوكاسيون ولو احنا في عالم الرياضه تكون فيها شويه ديفيرتيسمون معناها ما نعرفش كان اكتشفت هذا من خلال استضافتك اي خالد هويسه في الحلقه الاولى خالد هويسه اليوم خارج عالم الرياضه صحيح سابقا كان تم استضافه بعض الوجوه من خارج عالم الرياضه لكن في اعتقادي ما تمش اشراكهم بالشكل المطلوب في التحليل لانه يعني انا في اعتقادي التونسي والله مش على خاطر انا تجربتي تسمح لي شفت برشا جنسيات وسافرت معنا برشا بلدان وعندي اصحاب من بلدان عده تونسي معناها نجم نقول لك فالعرب من اكثر الناس اللي يفهم كورة كما قلت انت تقعد في القهوة ساعات ينجم يكون اللي يعثر لك في القهوة يسألك سؤال ولا يعطيك انفورماسيون دورها في مخك تقول زين السيد هذا ولا عنده صحيح. الحق معناها موجود برشا موجود برشا صحيح هاي دونك هذا هو معناها بتي ترتيب ان شاء الله بشوي تحاولوا تكتشفوا معنا بديع شفنا الحلقه الاولى تبعتها انا شخصيا لفيتي ما فماش برشا حبيت اسالك على الجرواد شفنا برشا مداخلات بالسكايب ومن النوع هذا ومداخلات قيمه كانت حتى في محمد ايبو رمضان وخليل شمام ظهر لي واسامي اخرى حتى عالميه صحفيين تبارك الله يبدو انك استنجدت فما كان وفيد زيدوني صحفي الجازيتا وفما نيكي سامربيل هو نجم سابق للمانشستر سيتي شويه استعراض عضلات شفنا نتاع بديع سبور لا 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 بالعكس لا البته نفدلك معاك
فلك معك. مش هذين هدف نتاعنا. انا هو شو نقول لك بالحق، انا خاطر عندي اصحابي برشا مغرمه بالكوره معناها، وبيناتنا توا اسلام فما برشا نفروا من الكوره خلينا نقولوها معناها، ما فماش ماتشات برشا تفرج في تونس، دونك الهربه ولات اوروبا، العباد تحب تمشي تفرج في الشامبيونز ليج، تتفرج في الليغا، تتفرج في الكالتشو. حتى قبل ركزتوا برشا على الرياضه العالميه صحيح هاي، حتى قبل كورونا نرجع معك لانه تو مع الكورونا عبيت مع السفر برشا، نعرف برشا تعمل معناها تلم تعمل كوليكت تاع فلوس باش في اخر العام تمشي تفرج في كلاسيكو ولا تتفرج في ديربي ايطاليا ولا تتفرج في ديربي مانشستر، معناها العباد مهبوله معناها تحب وتحب تسمع عباد تحكي بالدارجه في الكره العربيه، في الكره العالميه معناها موجود في البيين صحيح، العباد تتفرج في البيين لكن بالعربيه الفصحى في النهايه ماهيش قريبه للتوانسه معناها، تحب ولا تكره كيما تخاطب الناس بالدارجه مش كيما تخاطبهم بالعربيه الفصحى، ولو اني مع انه يتم استعمال لغه معناها دارجه يعني مهذبه تكون فيها معناها ما يكونش فيها برشا معناها كلمات دخيله ويكون فيها معناها مستوى نسبيا نعتبره ينجم يكون راقي. هو ما كانش هذا سؤالي، كان على دروا ديماج باش تاخذوا الاكسي للستاد ولا كيفاش بالضبط بديع نوي؟ اي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالنسبه للموسم القادم ان شاء الله نحاولوا نتفقوا مع الجامعه التونسيه لكره القدم معناها نحاولوا انها تكون متعاونة معنا في الإطار هذايا، وإحنا بما أنه في بداية التجربة إن شاء الله تحاول تعطينا يعني سوم نقدروا عليه. فهمت؟ لأنه ماك تعرف الإمكانيات المادية للتلفزيونات توا الكل معناها مش نحكي على كارتاج، نحكي على كل قنوات تلفزيونية اللي تعاني صعوبات جراء الجائحة هذايا حتى من قبل الظروف الاقتصادية الصعبة بتاع البلاد. أي فوالا الظروف الاقتصادية الصعيبة هي من قبل وزادت عليها الكورونا، دونك ما تنجمش تلوم هنا زاد نحيي لسعد خضر معناها مش على خاطر في النهاية إحنا متعاونين معاه وهو متعاون يفتح لنا المجال واللي اعطانا اسباش باش نصوروا باش نخدموا، واللي ما كانش فما املاءات لا حتى شيء لا الدخل حتى الكونسيبت ما نكذبش عليك اكتشفوا كيما المشاهدين معناها كو سوا في حلقه نهار الاثنين اللي كانت هي ضربه البدايه نتاع سي سبورت بلوس البرنامج القار الاسبوعي اللي باش يكون حاضر في البرمجه، والا برنامج ليفينمون اللي اخترنا له اسم ذا لاست جيم واللي كان برنامج يعني مناسباتي وباش يكون حاضر مناسباتيا معناها مستقبلا لو يكون مثلا مثلا نهائي الماتشات الكبار الحدث يعني اذا كتب مثلا هاي نجم يكون مثلا نهائي يوم السبت، ما نقعدش انا نهار اثنين باش نعمل حتى نجم نهار السبت اللي نعمل حصه خاصه نسميها ليفينمون فينال تشامبيونز ليغ ولا ترجي بطل او من هذا القبيل. الكرونيكور بديع شفنا الكابتن خالد حسني كذلك قيس اليعقوبي، اولا علاش الاختيار على اسماء هذم بالذات؟ وثانيا ظهر لي كنا حكينا قبل كان فما امكانيه نتاع معز بن غربيه، ظهر لي مازالت وارده ولا؟ معز موجود، معز موجود، وانت ما نعرفش كان فارس في حلقه نهار الخميس كان داخل معنا عبر الهاتف. اي شفته بالهاتف حكى على السي بي. بالضبط عنده ظروف خاصه هو تمنعه باش يكون حاضر باستمرار معز معنا، لكن ان شاء الله هي في اول فرصه باش يكون حاضر معنا في الاستوديو، لكن ككرونيكور مش يكون مذيع المره هذه بشوفوه في شكل اخر، شوفوه يتحدث في الكوره. هو اعلن عن انتمائه لنادي رادي البنزرتي، لكن تعرف مادام ما اعلنش على انتمائه لا للفريقي لا للنجم لا للترجي لا للسيرسي، ممكن هذا ما يخليش حرج كبير لانه ما بتعرف نادي رياضي البنزرتي محبوب من برشا جماهير في تونس، ما عندوش مشاكل يعني مع بقيه الجماهير على عكس المشاحنات، خاطر لانه الانديه اللي سميتهم قبل تتصارع ديما على الالقاب، بالتالي فيها يعني بيناتهم فما سيرتين ريفاليتي تخلي ممكن اي واحد يعبر عن انتمائه لاحد الفرق الاربعه الكبيره في تونس ونعتبر الانديه الكل كبيره يخلي الامور صعيبه عليه اكثر. فهمت؟ بالنسبه للكابتن قيس اليعقوبي زوز من افضل المحللين في تونس في العالم العربي، انا الكابتن خالد حسني نتفرج فيه مليانة صغير معناها كان من 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 اول اذا مش اول محلل حلل الاحد الرياضي يعني في اخر الثمانينات، ثم عنده تجارب ثريه في الاي ار تي في 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 الجزيره الرياضيه وفي البين سبورتس، وفي الفتره هذيك انا عرفت الكابتن مليح واللي ولا بمثابه معناه اخ كبير باش ما نقولش بابا خاطر ما نحبش نكبره معناه اخوه كبير بالحق، وانا نمن بطاقه الكابتن خالد حسني. وقيس اليعقوبي غني عن التعريف يعني كمحلل نعتبره يعني في افضل زوج من بين افضل زوج محللين يعني الى جانب سمير السليمي لانه يبقى صديقي زاد سمير اللي نحييه كيف كيف، واللي نتمنى مستقبلا على اسلام ما يكونش معايا ان شاء الله. باش تفكوه للتاسعه معناها؟ لا مش باش نفكوه، قلت اذا كان مثلا ما وصلش التجربه في الموسم القادم او كمل توا على الاثير نقول له مرحبا بك معنا في المجموعه. بالعكس حاجه تشرف بديع مادام جبت التاسعه الاختيار نتاع نهار الاثنين ومع برنامج جان ستالي اللي هو في التاسعه عنده توا تقريبا مده، ما تشوفش فيه مجازفه شويه؟ ممكن من زاويه نظر اللي لوج على الاودينس من الحلقه الاولى ممكن صحيح،
لكن اذا تشوف انت الكونسيبت تاع البرنامج معناه مختلف. خاطر ماني انا نرجع ونقول لك راهي ما فماش جمهور تونسي، فما جماهير تونسيه. متطلبات الجماهير تختلف من عبد الاخر، اللي يفرش فيه انا مش اللي يفرش فيه اسلام، اللي يحب يسمع بديع ما يحبش يسمع ربما اسلام. دونك بالعكس انا راه ظاهره صحيه انه الاثنين في الليل فما الخيار باش ما ننساوش زاد تونسنا زميل صاحبي بكار عنده برنامج زاد في نفس التوقيت اللي عنده المشاهدين نتاعو ومتابعينه. يعني بالعكس نعطيه الخيار وفما الاعادات وما تنساش فما ديجيتال، يعني بعد يهبط تهبط الحلقات على ديجيتال. يعني الفرصه موجوده ومتاحه للجميع، لكن اذا باش تبعد على نهار اثنين ما تنجمش تعمل فورمال اللي نحب نعمله انا اللي هو باش ترجع للاكتواليتي نتاع نهايه الاسبوع ماله الاحداث الرياضيه الكبرى الكل تصير في الويكاند سواء في تونس ولا خارج تونس. اذا باش تبعد نهار حد ما تنجمش تعمل، خاطر فما لحد رياضي انستالي وعنده صور وتحب تذكر برنامج عمره اكثر من 40 سنه، صعيب برشا باش تدخل معاه في منافسه الحقيقه. مش على خاطر معناها ما نجموش احنا ننافسوه، لكن انا قلت حكايه دروا ديماج حتى كان خديتنا العام الجاي للدروا ما تنجمش تمررهم كان بعد 24 ساعه، بالتالي هذا تفرض علينا. لكن مستقبلا ان شاء الله هذايا زاد ربما باش نعطيك حاجه من الحاجات اللي نخموا فيها. علاش قلت مش برنامج بركه نخموا؟ علاش لا؟ باش نعاودوا نرجعوا للتيديو، خاطر قبل تتذكر انت قبل في تلفزتنا كي كان عندنا تلفزه واحده كان فما برنامج نهار الخميس وبرنامج نهار الجمعه وبرنامج نهار السبت وبرنامج نهار الاحد وبرنامج نهار الثلاث. دونك علاش ليه ما نرجعوش نعملوا بريفيو معناها تقديم الجوله يكون نهار الخميس ولا نهار الجمعه انت والكالندري كيفاش يكون. ممتاز. ووقتها تولي وقتها نكونوا مشينا خطوه في الهدف قلت لك نتاع المجموعه اللي مرافقتني واللي نذكر بهم مره اخرى شهاب وياسين والشوقي وغيرهم واللي هما يحملوا هذا المشروع معناها والحلمه هذه ان شاء الله. هذا هو باش اللي شفناها الحصه، ولا فما حاجات اخرى باش تكون ان شاء الله مفاجات في الحصص القادمه موجودين، ولا ذاك هو الكونسيبت اللي شفناه؟ ان شاء الله باذن الله باش يتم تحسين، خاطر اعذرني فما حاجات وانت تكتبهم في الكونسيبت ساعات تصطدم في الواقع ما تنجمش تحققهم، معناها سواء كان لصعوبات تقنيه او فنيه. يعني فهمت معناها ما تنجمش، فما حاجات ينجم يجي يقول لي المخرج راهي ما نجمش نعملها ولا الاستوديو ما تتوفرش فيه المتطلبات باش تعملها. دونك هذوما الكل مأجلين الى حين انه ان شاء الله تتوفر الامكانيات كامله وان شاء الله معناها وقتها دي سي. احنا علاش بدينا هذا تنجم كنت تسالني تقول لي علاش بديت توا علاش ما استنيت السيزون الجايه؟ انا حبيت جو مانسال من توا خاطر اولا في تصوري انا في اعتقادي سبور عمره ما يقف وعمره ما يوفى، ما بتعرف انت سيف مليء بالاحداث، فما كوزاروف فما كوبا امريكا فما جوز اولمبيك، وهذا من كل يستحقوا تغطية إعلامية ويستحقوا تواجد لأنه خاصة في الألعاب الأولمبية تكون فما مشاهدة تونسية محترمة. وقلت لك المشاهد التونسي يتبع الأحداث الرياضية الكبرى كوزاروف والكوبا امريكا مهمين. دونك أنا توا كمجموعة لازمنا أونسانستال معناها نفنسوا المشاهد اللي فما برنامج في كابتاج بلوس باش في انتظار انه في العودة نتاع الشبكه البرامجيه الشتويه القادمه نكونوا هكاك انستري 100% ونكونوا ممكن وصلنا وقتها للكونسيبت والصوره النهائيه للبرنامج نتاعنا. يعطيك الصحه، شكرا لك بديع وبالتوفيق ان شاء الله للبرنامج والحصه الرياضيه القادمه. سهيله السمعي في الاخبار وبعد مكملين حتى المطر هونس.